تركيا تطور منظومة الدفاع الجوي القبة الفولاذية بجهود محلية عبر شركتها أسلسان، والتي تصنف من بين أهم 50 شركة لإنتاج الأسلحة في العالم. مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. بحسب تقارير إعلامية تركية، فإن قرار تطوير نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات والمسمى بالقبة الفولاذية التركية تم اتخاذه خلال اجتماع للجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ شهر أغسطس من سنة 2024. فبعد أن منعت أمريكا تركيا من الحصول على المنظومات الدفاعية من نوع باتريوت خلال بداية الأزمة السورية، اشترت تركيا منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، وهذا ما جعل الأتراك حريصين على امتلاك منظومتهم الدفاعية الخاصة لضمان سيادتهم. وهذا ما يدفعنا للتساؤل، ما هي أهم مميزات القبة الفولاذية التركية الجديدة، وما هي تداعيات امتلاك تركيا لمثل هذا النوع من الأسلحة الاستراتيجية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تخطط تركيا لتطوير نظام دفاع جوي متعدد الطبقات على غرار القبة الحديدية الإسرائيلية الشهيرة، وسيطلق عليه الاسم الرمزي القبة الفولاذية. وذكرت وسائل إعلام محلية تركية أن القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في البلاد في القصر الرئاسي بأنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، سيتم تطوير برنامج القبة الفولاذية باستخدام الموارد المحلية وعلى المستوى الوطني، وسيضمن عمل طبقات متعددة من أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الاستشعار والأسلحة معا بسلاسة في هيكل شبكي. وسيمكن هذا التكامل من توفير الوعي الظرفي في الوقت الحقيقي لمراكز العمليات وصناع القرار بدعم من الذكاء الاصطناعي أي AI. ووفقا لوسائل الإعلام التركية، يتم تطوير نظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية من قبل صناعة الدفاع التركية، ويتضمن أنظمة دفاع جوي مختلفة طورتها البلاد على فترات مختلفة. وستكون أنظمة الدفاع الجوي هذه بما في ذلك كوركيوت وهيسار اي بلاس وكوك ديمير وكوكير وكوك بريك وهيسار أو وسباير قادرة على العمل بطريقة متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكونات الرادار والأنظمة الكهروضوئية المكلفة بتحديد الأهداف وتتبعها وتصنيفها ستعمل أيضا بطريقة متكاملة ضمن نظام الدفاع الجوي الطبقي للقبة الفولاذية التركية. وسينشر نظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية العديد من أنظمة الدفاع الجوي والرادارات والأنظمة الكهروضوئية ووحدات الاتصال ومحطات القيادة والسيطرة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي الذي يمثل عقل النظام. واختبرت تركيا نظام الدفاع الجوي سباير بلاك 2 الذي ينافس باتريوت الأمريكية التي منعتها أمريكا عن تركيا وS-400 الروسية، ويطلق صاروخ مداه 150 كيلومتر. وبدأ نظام الدفاع الجوي بعيد المدى سباير الذي طورته شركة أسلسان، والذي يوصف بأنه منافس لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400 تريموف في حراسة المجال الجوي التركي. وفي أواخر سنة 2024 قامت تركيا باستخدام صواريخ سباير بلاك 1، ويمكن لهذه الصواريخ الاشتباك مع أهداف جوية على مسافة 70 كيلومترا، بينما من المتوقع أن يبدأ تشغيل صاروخ سباير بلوك 2 الذي يخضع حاليا للاختبار من قبل القوات الجوية التركية في العام المقبل. كما تم تصميم صاروخ سباير بلوك 2 الذي بدأ اختباره العام الماضي ليكون أكثر قدرة وفعالية في التعامل مع التهديدات الجوية، حيث يصل مداه إلى 150 كيلومترا،
وفي الوقت نفسه فإن صاروخ سباير بلوك 3 قيد التطوير حاليا، والذي سيمكن نظام الدفاع الجوي من التصدي للأهداف الجوية على بعد يتجاوز 200 كيلومتر، وهو إنجاز تقني مهم. كما بدأ تطوير نظام الدفاع الجوي بعيد المدى سباير منذ عام 2018 بعد عقد بين وكالة تطوير الدفاع التركي SSB وأسلسان وروكيتسان وتوبي تاكسغا. والهدف الأساسي لمشروع الدفاع الجوي بعيد المدى سباير هو تلبية احتياجات تركيا من أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات عالية. وبالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي سباير، تعمل تركيا أيضا على تطوير نظام دفاع جوي يسمى هيسار أو حصار باللغة العربية، حيث يتكون نظام الدفاع الجوي حصار من نظام حصار A للارتفاعات المنخفضة، والذي تم تشغيله بالفعل في الجيش التركي، ونظام حصار U طويل المدى والذي سيدخل الخدمة قريبا. كما تم تطوير نظام الدفاع الجوي حصار بواسطة شركة روكيتسان التركية المعروفة التي توفر الصواريخ، بينما تقوم شركة أسلسان بتطوير الإلكترونيات لنظام الدفاع التركي. وتعمل تركيا على تطوير نظام الدفاع الجوي حصار في إطار جهودها لإنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يشمل القدرات الدفاعية على الارتفاعات المنخفضة حصار A والارتفاعات المتوسطة حصار O والارتفاعات العالية أو طويلة المدى حصار U. وفي 25 يناير 2025 أعلنت وزارة الدفاع التركية أن نظام صواريخ الدفاع الجوي متوسط الارتفاع حصار O سينضم إلى مخزون القوات المسلحة التركية، وتم الإعلان عن ذلك خلال الإحاطة الأسبوعية للوزارة التي قدمها الأدميرال زكي أوكتورك مستشار الصحافة والعلاقات العامة والمتحدث باسم الوزارة. وأشار الأدميرال أوكتورك إلى إضافة عدة منتجات دفاعية جديدة إلى مخزون قيادة القوات البرية التركية. ويتمتع نظام حصار O بقدرة على كشف وتعقب وتحديد الأهداف وأداء وظائف القيادة والتحكم في النيران بشكل مستقل، كما أنه فعال ضد مجموعة واسعة من الأهداف مثل الطائرات المقاتلة وحتى المروحيات الهجومية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار. ويتشابه نظام صواريخ حصار O كثيرا مع عائلة حصار A، حيث يستخدم نفس النوع من البحثات بالأشعة تحت الحمراء ورابط البيانات اللاسلكي RF Link والصاعق القريب ومحرك الصواريخ مزدوج النبض. وقد تم زيادة أبعاد الصاروخ ليصل طوله إلى حوالي 4.2 متر. ومن التحسينات الأخرى تركيب رادار كالكان ثلاثي الأبعاد والمصفوفة الطورية على مركبة الإطلاق، والذي تم تطويره بواسطة شركة أسلسان. كما يوجد إصدار مستقبلي مخطط له للنظام يسمى هيسار O+. كما أعادت القوات التركية في ليبيا قبل بضعة أشهر نشر أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى ميم 23 هاوك في قاعدة الوطية الجوية الليبية، واستبدلتها بأنظمة هيسار O100 الأكثر حدث. فلفترة طويلة كانت ميم 23 هواك هو نظام الدفاع الجوي الأساسي متوسط المدى الذي تستخدمه حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تدعمها تركيا. وينسب إلى نظام هوك العديد من عمليات القتل تشمل طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر خلال الحرب الأهلية الأخيرة مع الجيش الوطني الليبي. ونظراً للسمعة الجيدة لهذه المنظومة الدفاعية التركية، وقع الجيش الإندونيسي عقداً مع تركيا لشراء عدد من أنظمة الدفاع الجوي متوسط المدى، منهم هيسار O+ RF بمدى 25 كيلومتر وأزيد، وكذلك RF بنسخة 35 كيلومتر. وجاء ذلك في بيان رسمي على موقع وزارة الدفاع الأندونيسية. وتتمتع منظومة حصار O بالقدرة على ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 25 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 10 كيلومتر،
وهو قادر على تتبع 60 هدفا جويا في الآن نفسه. كما نجحت شركة أسلسان التركية التي تعتبر من الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية التركية في جلب الانتباه لها في معرض إيدكس ونافيدكس 2025 الذين أقيم في أبوظبي داخل الإمارات العربية المتحدة خلال نهاية شهر فبراير من عام 2025، حيث عرضت هذه الشركة عدة أنظمة للدفاع الجوي قصيرة المدى مثل كوركوت 150-35 المركب على آلية بذات 8 عجلات تابعة لشركة كالديوس، وهو نظام فعال مضاد للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، بدأت تركيا إنتاج نظام كروز 150 كمنافس لنظام بنتاسير S1 الروسي، حيث يجمع بين قدرات التدمير الصلب والناعم معا. ففي 9 فبراير 2025 دخل نظام الدفاع الجوي الهجين كروز 150 الذي طورته شركة أسلسان التركية مرحلة الإنتاج، ويروج له كمنافس محتمل لنظام بنتاسير S1 الروسي. وتم الكشف عن كروز 150 لأول مرة عالميا في معرض الدفاع الدولي وورلد ديفانس شو 2024 في السعودية. ويعد كروز 150 نظام دفاع جوي حديث قادر على العمل بشكل مستقل، حيث يقيم التهديدات ويخصص الأسلحة من خلال خوارزميات التحكم في النيران. وتقول الشركة أن النظام يتفوق على نظام الدفاع الجوي الروسي الشهير بنتاسير S1. كما يجمع كروز 150 بين قدرات التدمير الصلب للدفاع النقطي، حيث يحتوي على مدفع أوتوماتيكي عيار 35 ملي وقادر على إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة المدى من طراز جوكدوغان وبوزدوغان. كما يتضمن النظام قدرات تدميرية عالية باستخدام نظام الحرب الإلكترونية كانغال للتشويش والخداع الإلكتروني بطريقة ناعمة. ويحتوي النظام على مجموعة من المستشعرات تشمل رادار AESA وقدرة تحديد هوية الصديق من العدو عبر EFF ونظام استهداف كهربائي بصري للكشف عن الأنظمة والتعامل معها. بالإضافة إلى هذا، يتم تركيب النظام على مركبة تكتيكية ذات عجلات 8x8 مما يتيح له التنقل السريع والنشر الفوري. ومن مميزاته أيضا قدرته على إطلاق النار أثناء الحركة، ويمكن للنظام العمل بشكل مستقل أو ضمن سرب، حيث يتولى إحدى الوحدات دور قائد السرب للقتال المنسق. كما يساهم وقت استجابته السريع وقدرته على مهاجمة أهداف متعددة في فعاليته التشغيلية. وتم تصميم نظام كروز 150 للتصدي للطائرات بدون طيار بمختلف أنواعها، وهجمات أسراب الدرون، وصواريخ جو أرض، وصواريخ كروز، بالإضافة إلى الطائرات المأهولة والمروحيات وغيره من الأسلحة. واكتسبت تركيا قدرات متطورة في الصناعات الدفاعية الجوية، أكسبتها خبرة أكبر في تجاوز الأنظمة التكنولوجية الدفاعية المعادية. فإذا عرفت كيف تعمل منظومة الدفاع الجوي لعدوك، أكيد ستتمكن من إنتاج أسلحة قادرة على اختراقها أو التشويش عليها. وهذا ما فعلته شركة أسلسان التركية، حيث أكملت الطائرة التركية بيرق دار 2B2 مؤخرا رحلة اختبار ناجحة مزودة بجهاز الدعم الإلكتروني الجديد أنتيدوت U2 من شركة أسلسان، مما عزز قدراتها في الحرب الإلكترونية بشكل كبير. ويتيح هذا الجهاز الجديد للطائرة TB2 اكتشاف إشارات الرادار المعادية وتحديدها وتحديد مواقعها، مما يزيد بشكل كبير من قدرتها على الصمود أمام أنظمة الدفاع الجوي. ويعتبر نظام أنتيدوت 2U تطورا كبيرا في قدرات تركيا للحرب الإلكترونية، حيث يستخدم هذا الجهاز خوارزميات متقدمة للكشف السلبي عن انبعاثات الرادار، مما يتيح للطائرات من طراز بيرقدار 2B2 تجنب أو التشويش على أنظمة الرادار المعادية. ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية في الحروب الحديثة، حيث تواجه الطائرات بدون طيار شبكة دفاعات جوية معقدة. وبهذا يتجلى لنا بأن تركيا تسير في طريق التصنيع المحلي لأنظمتها الجوية
المختلفة والمفاجئ أن كل الذخائر والصواريخ المستعملة في الدفاعات الجوية التركية هي أيضاً صناعة تركية محلية، فهل تعتقدون أنه يمكن للدول العربية الوصول إلى ما وصل له الأتراك من تقدم تكنولوجي وعسكري أم لا؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم حلقاتنا أولا بأول. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.